استخدم الصيغة التربيعية لحل المعادلة. صفر يساوي سالب 7 كيو تربيع زائد 2 كيو زائد 9. الآن الصيغة التربيعية تطبق على أي معادلة تربيعية للصورة. يمكننا أن نضع صفر على الجانب الأيسر. صفر يساوي A X تربيع زائد B X زائد C، ونحن نتعامل بشكل عام مع X في هذه المسألة، نحن نتعامل مع Q. لكن الصيغة التربيعية تقول انظر، إذا كان لدينا معادلة تربيعية لهذه الصورة حيث أن حلول هذه المعادلة ستكون X تساوي سالب B زائد أو ناقص الجذر التربيعي لB تربيع ناقص 4AC، كل ذلك مقسوما على 2A، وهذان حلان لأنه يوجد حل واحد عندما نأخذ الجذر التربيعي الموجب وحل آخر عندما نأخذ الجذر التربيعي السالب. إنه يعطيكم كلا جذرين هذا، فإذا نظرنا إلى المعادلة التربيعية التي نحن بحاجة لأن نحلها فيمكن أن نجري توافق نمطي. نحن نتعامل مع Q وليس X، لكن هذا نفس الفكرة العامة، يمكنه أن يكون X إذا أردت ذلك. وإذا نظرتم إليه فإن سالب 7 تتوافق مع A، ذلك هو A، إنه معامل عبارة الدرجة الثانية. 2 تتوافق مع B، إنه يتوافق مع عبارة الدرجة الأولى. ثم أن 9 تتوافق مع C، إنه الثابت. لذا دعونا نطبق الصيغة التربيعية. إن الصيغة التربيعية ستخبرنا أن الحلول لQ التي تحقق هذه المعادلة Q ستساوي سالب B. B تساوي 2 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لB تربيع، أي لاثنان تربيع، ناقص 4 ضرب A أي ضرب سالب 7 ضرب C أي 9. وكل ذلك مقسوما على 2A، كل ذلك مقسوما على 2 ضرب A، وهي مرة أخرى تساوي سالب 7، تساوي سالب 7. ثم يكون علينا أن نقيم هذه. إذن هذا يساوي سالب 2 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لي، دعونا نرى 2 تربيع تساوي 4. وإذا أخذنا هذا الجزء، إذا أخذنا فقط سالب 4 ضرب سالب 7 ضرب 9، فإن هذا سالب وذلك سالب سيتم حذفهما ويصبح العدد موجب. و 4 ضرب 7 ضرب 9، 4 ضرب 9 يساوي 36، 7 ضرب 36، دعونا نقوم بذلك في الأعلى هنا، 7 ضرب 36، 7 ضرب 6 تساوي 42، و 7 ضرب 3 تساوي 21، زائد 4 تساوي 25، 252، إذن هذا يصبح 4 زائد 252، تذكروا أن لدينا سالب 7 ولدينا إشارة سالبة في الخارج، يتم حذف ذلك، لهذا السبب لدينا موجب 252 لهذا الجزء الموجود هنا. ثم المقام ضرب 2، 2 ضرب سالب 7 تساوي سالب 14. الآن كم يساوي هذا؟ كم يساوي هذا؟ حسناً، لدينا هذا يساوي سالب 2 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لكم ناتج 4 زائد 252؟ إنه 256، كل ذلك مقسوماً على سالب 14. وما هي 256؟ أي ما هو الجذر التربيعي لمئتان وستة وخمسون؟ إنه 16، يمكننا أن نجرب ذلك، إنه 16 ضرب 16، الجذر التربيعي لمئتان وستة وخمسون هو 16، لذا يمكننا أن نكتب كل شيء على أنه يساوي سالب 2 زائد 16
على سالب 14 أو سالب 2 سالب 2 ناقص 16 على سالب 14. إذا فكرتم بها كموجب أو سالب، فإن هذا الموجب عبارة عن هذا الموجب هناك، وإذا كان لديكم ذلك السالب فإن ذلك السالب هو ذاك السالب هناك. الآن علينا أن نقيم هذان العددان، علينا فقط أن نقيمهما. سالب 2 زائد 16 تساوي 14 تقسيم سالب 14 تساوي سالب 1. إذن كيو تكون قيمته سالب 1، أو سالب 2 ناقص 16 تساوي سالب 18 تقسيم سالب 14 تساوي 18 على 14، يتم حذف الإشارة السالبة، ما يساوي 9 على 7. إذن كيو تساوي سالب 1 أو يمكن أن تساوي 9 على 7. ويمكنك أن تجربهما، قم بتعويض قيم كيو تلك في المعادلة الأصلية وتحقق بنفسك من أنها تحققها. يمكننا أن نجرب بالقيمة الأولى. إذا أخذنا كيو تساوي سالب 1، سالب 7 ضرب سالب 1 تربيع، سالب 1 تربيع يساوي 1، إذن هذا يكون سالب 7 ضرب 1، أليس كذلك؟ ذلك 2 ضرب سالب 1 ويساوي سالب 2 زائد 9، وهذا يساوي سالب 7 ناقص 2 يساوي سالب 9 زائد 9 ويساوي 0. لقد تحققنا منها، وسوف أعطيكم الفرصة للتحقق من أن 9 على 7 سوف ينجح أيضاً.